جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسألون: هل هناك دعاء قبل الأذان؟ وما هو الدعاء الوارد بعد الأذان؟ قبل الأذان ليس هناك دعاء مخصوص، أما بعد الأذان فإنه يجيب المؤذن بأن يقول ما يقوله المؤذن، فإذا فرغ المؤذن من الأذان فإنه يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة، الصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. هذا الدعاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: إنه من دعا بهذا الدعاء فإنه تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.